السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا، حنا قبل نبداو ماذا بكم اعطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا الفيديو. يعني وين نقولوا باللي اليوم وين الناس يعني غادي نتكلموا على واحد قبل لا نبداو شاد تنايا والناس بزاف رسلوا لنا قالوا لي بلي على ما تهدرش على عطال دار تيبو، عطال دار تيبو، عطال دار تيبو. لما دار تيبو قالوا لي نيمار، ومن بعد نيمار راه مرشح يدي كاس العالم، عطال راه مرشح يدي الشعر، ماشي كيف كيف. عطال طاو الشعر في سيدي موسى في بليده، هو عطال تاعكم هذا، وهذا التيبو على ما يديرهاش كونتر الكاميرون. ها هنا يا شته كاع الوقت اللي لعبه ما دارش روتري، ما دارش عطال روتري، ما دارش. والكاميرون كانوا غادي يماركو لنا الدوزيام بيت، من جهته كان مخليها هايمه، هو داير هاك رابط كتاف عطال. هنا وين كان هيا لوي راهي؟ ها هنا كي تجي تهضر لي على عطال يا ولدي خويا، ها هو اللي قزاهم اللي عرف روحك بلي غادي كي تبدا ترسلي في لي ميساج تقول لي عطال مركا، واه عطال مركا. ها انا زرا نقول لك هاي لا وين راهي عطال، ها ولا وين راه؟ شوف وين كان عطال، شوف هاك شو عطال، هاي لا وين راهي عطال. هنا وين كان؟ كان حذا، كان حذا اخر، هاي لا وين راهي؟ كاين ستة ديفونسيرا والكارديا سبعة وثلاثة تاع الكاميرونيين ومركاو لنا بنت الاول، هاي لا وين راهي؟ عطال شو وين كان؟ عطال كو كان مولي في البارا، كو كان مولي للبارا تاعه، يا كو كذب البارا تاعو، كو راه داير تيبو، كو رانا فرحانين به. عطال فرحوا به نتوما، فرحوا نتوما المرتزقة، أنا عطال ما نفرحش به، أنا كي عطال كي غيره، أنا كي عطال كي غيره، ما نفرح حتى بواحد. أنا يبانو لي كاع شيكولا وبوبيات، هذه من التالي خويا، راك باغي الحقيقة. أنا هذه نقولها لك، يعني باش تجي تقول لي بلي كيسموه يا ربي عطال عطال عطال، يا ودي هذه قولها روحك. هذه هي، حنا نعاودو نولو، ما تنساوش عطونا جيم كومونتير، بارطاجو لنا الفيديو. غادي نتكلموا على أندية تغازل البلايلي واللعاب غير مرحب به في قطر، يعني بعد التصريحات تاعو، وهذه اللي بدا نقولوها. الطبسي اللي تاكل فيه ما تفلش فيه، خليه حلو. ها راهي راه شوف شوف إي شوف إي حاجة شوف كيحترمو كريستيانو كفي لشبونة، من لشبونة راح اليونايتد، من بعد راح للريال مدريد، من بعد راح لجوفنتوس، من بعد عاود ولا لأحضان يونايتد مانشستر يونايتد. كو ولا كو قال لهم أنا نروح تلعب في مانشستر من أجل دراهمهم وهذوك مشي أنصار وضربها من تروح من، أي تستهزأ أنت ببلاد كاملة. بنت لهم قطريين انتوما كو لعاب، واحد العام جزائري كان يلعب في عين الاربعه، في الاربعه في الاربعه ناسيونال امباكت، صح انتوما هذوك هذو ما كانوش كاع كاينين، ما كانوش كاينين هذو صحاب اليوتيوب، ما كانوش كاين. حنا دور حنا غاضتنا، هضرنا عليها وغاضتنا وكلش، باك تعقلوا عليها. هذاك الجوال كان يلعب في الاربعه، ومن بعد راح يعني في الارامسي في الكانابليس، وقعد يضحك علينا، قال لهم يا ودي الماساج يديروه بالجال دوش، بالجال دوش يديروا ماساج منه ويضحك علينا. حنا غلطنا، قالوا له شادين، قال لهم دي الدراهم برك من فماك، قال لهم انا دي الدراهم وصاي. غلطنا حنا نعيروا فيهم منا مضرورين ولا منا قطريين، فانك تغيظهم كيما نتايا ما تبغيش على بلادك الجزائر، قطري فانك ما يبغيش على بلادو على بلادو قطر، فانك يبغي بلادو يعشق في بلاده كيما حنا نعشقو في بلادنا، هما باقي يعشقو في بلادهم، هاو بلادهم عطيتهم كلش، انت كي تروح تعاين له بلاده ما تعاينلهاش بلاده، لا احترم
العام تدي الدراهم احترم، هما احترموك صابوك صابوك، قلت لهم زيدوني دراهم عطاوك واحد، قال لك روح هيا روح 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 ودبر على روحك روح. نعاودو نولو نتكلمو، من المرتقب ان يعود الدولي الجزائري يوسف بلايلي لاحد انديه الدوريات العربيه بعد فسخ عقده مع نادي بريست الفرنسي بالتراضي نهايه الاسبوع الماضي. ونزيد نقول لكم حاجه، الناس يقول لك الاهلي الاهلي المصري الاهلي المصري، ما كان لا الاهلي المصري لا والو، انت مهبول ولا؟ وتسعى عده انديه من البطوله الوطنيه والبطولات العربيه الى الضف بخدمات النجم الخضر يوسف بلايلي، والذي سبق له ان حمل قميص عدة أندية فيما ارتبط اسمه بفريق الاتحاد العاصمة الذي قضى معه أوقات جميلة وصنع فيها أسماء اسمه بأحرف من ذهب قبل أن يتم معاقبته بسبب قضية تعاطي يعني المحظورات، ليخوض بعدها تجربة أخرى في البطولة التونسية والتي أبان فيها عن مستويات كبيرة رفعت من أسهمه في سوق الانتقالات وفتحت له أبواب الاحتراف ومن ثم المنتخب. واقترن اسم يوسف بلايلي بانتقال إلى عدة أندية في الفترة الأخيرة من بينها الأهلي والزمالك قطب كرة المصرية، إلى أن الأخبار لم يدل بأي تصريح حول مستقبله، وقد نزل قرار فسخ عقد بلايلي على الجماهير الجزائريه كالصاعقه، سيما وان مناصرين يعلقون امال كبيره على النجم الخضر في مواعيد المقبله. اي مواعيد احنا تاعي تاع الاهلي تاع منا، خاطش علاش عندنا باباه هضروا معاه تاع الاهلي قال لهم ولدي باغي يلعب في الاهلي، هضروا معاه تاع الزمالك قال لهم ولدي باغي يلعب في الزمالك، هضروا مع صفاقس قال ترجي التونسي قال لك ولدي باغي يلعب في تونس، هضروا مع السعوديه كاين يوسف واحد، انت قسمت الحروف تاعو كل حرف درتو في نادي، كيما العام اللي فات كل حرف حطيته في في نادي في اوروبا. خوه دايره باللي فريد خوه هاني عاقل في الانستغرام عنده داير له دايره مارسي داير نورمال اصاحبي. ومن مرجع ان يخوض بلايلي تجربه قصيره في احد الانديه الوطنيه قبل فتح انتقالات شتويه، وذلك حتى يتمكن من المحافظه على لياقته البدنيه ويشارك في البطوله امم افريقيا للاعبين المحليين المقرره في شهر جونفي المقبل بالجزائر. وبدوره كشفت صاحبه ليكيب الفرنسيه ان اللاعب بالغ من العمر 31 عام يسعى للعوده الى الدور القطري، حيث سبق له اللعب في صفوف نادي قطر قطري. وأشارت صاحبة إلى أن بلايلي غير مرحب به في قطر بسبب احتفاله بطريقة مبالغة فيما فيها بهدفه أمام منتخب قطر في الدور النصف النهائي كأس العرب. بلايلي لم يكتفي بهذا بل استفز القطريين خلال فترة التوقف الدولي في شهر جوان الماضي عندما تواجد مع المنتخب الجزائري في الدوحة، وقال بشأن اللعب في الدوري القطري لقد اشتقت لأموالهم. هنا نورمالمون ذاك الصحفي ما يروحش بارتي تكون تلعب انت تروح تقول تسقسي اللعابه، عيب. هنا ما كاش كاينه يعني انضباط من عند المدرب، هذه هي. هنا المهم وين وجدنا وين المدرب تاع بلايلي تاع بريست وين طرحوا عليه السؤال، قال لهم بلايلي ما راش معنا وصايك، قال لهم 40 عام انا تدريب ما نعرفش نورمال جواري يجي يروح ما كاش مشكل تاعه، قال لهم ما كاش مشكل جواري يروح يجي عادي صايك سي بون، انا جبنا جوار باه يلعب ما بغاش يلعب صايك سي بون. هذه هي بلايلي راه زعفان من سليماني، سليماني زعفان من بلايلي، خو بلايلي زعفان من سليماني، خو سليماني زعفان من بلايلي وخوه، يعني هاك تشوف كيفاش خلط خليط، هذه سموها خلط خليط، هذه بصح ما نقولش هذا المعنى شوية، بالك نضرو ناس ويبغونا، نلعبوها ما نعرفوش. نلعبوها ما قريناش كتاب تاع السين مجدوب الشيخ المجدوب، نلعبوها ما قريناش وما هنا حافظين ونعرف على هذيك. نقولوا بلي يا ودي اليوم
وين بلايلي ان شاء الله. ان شاء الله هو المدرب يبغيه تاع ليكيب ناسيونال ان شاء الله يسيب ايكيب ولا ما تنساوش تعرف. ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو باش دائما معكم بجديد، وربي يحفظكم. صحيتكم.